يا رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله النهاردة مع محاضرة من محاضرات تصميم منشآت الري Design of Irrigation Structures، وبإذن الله تبارك وتعالى هنتناول في هذه المحاضرة تسجيل أو بعض الأمثلة التطبيقية على الجرافيتي دامز أو السدود التثاقلية. هنتناول بعض السولفد اكزامبلز أو سولف بروبلمز على الجرافيتي دامز او السدود التثاقليه عشان نقدر نشوف ازاي نقدر نتعامل مع الدامز لما يكون عندنا في سد مطلوب احنا نصممه، ازاي نقدر احنا نتعامل معاه. طبعا السدود بصفه عامه تصميمها قريب جدا من او الفكر يعني الاستابيليتي قريب من الاهوسه الحوائط بتاعتها، قريب من ان صح التعبير الريتيننج وول، بس مع اختلاف ان الريتيننج وول فيه احمال تربه واحمال لاترال ايرث بريجرز و سير تشارج وغيرها، لكن احنا هنا سد حاجز ميه، فبالتالي يكون في عندنا المين ستريس على السد هو الهيدروستاتيك فورس اللي جايه من ضغط الميه. اديشن تو ذات احنا في عندنا طبعا زي ما اتكلمنا في المحاضره السابقه عن لو كان في عندي تاثير الزلازل، لو كان في عندي تاثير السلت او الطمي الموجود في البحيره اللي امام السد، او لو كان التل او لو كان السد مقام على بحيره معرضة في منطقة تجمد هيكون في ضغوط من التلج على السد. كل دي الضغوط او اللودز المختلفة اللي ممكن ان احنا نتعامل معاها في تصميم السدود. تعالوا مع بعض نشوف ازاي نقدر نطبق الكلام ده على بعض الامثلة التطبيقية لحل الجرافيتي دامز او السدود التثاقلية. المثال الاول اللي معانا both the figure shows a cross section in the solid part of BC a plain concrete gravity dam. يبقى هو بيقول ان احنا في عندنا سد تثاقلي ابعاده زي ما هي موضحه دلوقتي اهي. السد القاعده بتاعته تقريبا 70 متر ومنسوب البيز او القاعده ناقص 6 واعلى السد عند 80، منسوب 80، وبالتالي اقدر اجيب ارتفاع السد كام. وفي 6 متر من السد تحت الارض زي ما احنا شايفين، وباقي الارتفاع السد فوق مستوى سطح الارض زي ما احنا شايفين كده، ومنسوب الميه في البحيره السد عند منسوب 74. الميول الاماميه والخلفيه للسد هي ميول او اوجه مائله، يبقى الفيسز اب ستريم وداون ستريم السد، او نقدر نقول فرونت فيس ورير فيس، الوجه الامامي والوجه الخلفي، مستوى مايل. على سبيل المثال المستوى الامامي للسد بميل 2 من 10 لـ1، والميل الخلفي بميل 6 من 10 لـ1. طيب منسوب الخلف للمياه هو 8، وبالتالي فانا عندي الدايمنشنز طبعا قمه السد بعرض 6 متر، في درينج جالري او مجرى تصريف معمول في قاعده السد للتخفيف من تاثير البريجر هيدز ضغوط الرافه تحت السد، وبالتالي ده الوضع العام للسد الموجود عندنا. ايه بقى الداتا اللي ممكن ان احنا نتعامل معاها؟ هو بيقول ان السد اللي قصادنا الدرينج جالري الموجود في قاعده السد بيعمل ريدكشن للبيزومتريك هيد عند موقعه at its location عند موقعه باي تقريبا 70% 70% من ضغوط الرف او ضغوط البيزومتريه عند موقعه، يبقى بيخفض ضغوط البيزومتريه عند موقعه تقريبا 70%. بيقول ان الدايمنشنز اوف ذا دام بيز جيف ذا سيفتي اجينست اندرمايننج فينومينا، يعني بيقول ان ابعاد السد بتعطي الامان من الاندرمايننج او الاستنزاف التحتي تحت قاعدة السد. ايه المطلوب؟ مطلوب رقم واحد ان احنا درو ذا بيزومتريك هيدز دايجرام ات ذا بيز اوف ذا دام، ارسم مؤشر ضغوط البيزومترية تحت السد، وكذلك ارسم مؤشر درو ذا ابليفت بريجر هيدز دايجرام ات ذا بيز اوف ذا دام، ارسم مؤشر ضغوط الرف تحت السد، و finally calculate the factor of safety against overturning about 0.4. احسب معامل الامان من الانقلاب حول النقطة 4، حول النقطة 4. تمام. لما نيجي نحل المسألة دي
مطلوب طبعا اول حاجه ان احنا نرسم ضغوط بيزومتريه وضغوط رفع، ودي فرصه ان احنا نراجع مع بعض ما تم شرحه في تصميم فرش منشات الري، وتعرضنا لكيفيه حساب الضغوط البيزومتريه وضغوط الرف تحت الفرش المنشات، وبالتالي دي فرصه ان احنا نراجع مع بعض ازاي اقدر احسب البيزومتريك هيدز وبريشر هيدز اندر ذا بيز اوف ذا اريجيشن ستراكشر، سواء كان ده فلور زي الفرش الهضار او فرش القنطره، او تحت البيز الكام بتاعت المنشا زي السد على سبيل المثال. وبعد كده نبدا نحسب الفاكتور اوف سيفتي اجينست الاوفر تيرنينج. طبعا علشان ابدا ارسم مؤشر ضغوط البيزومتريه وضغوط الرف، شيء طبيعي لازم اتعرف على الخصائص الهيدروليكيه اللي بيتعرض ليها المنشا اللي قصادي. انا عندي في اب ستريم ووتر ليفل 74، وعندي في داون ستريم ووتر ليفل 8. معنى الكلام ده ان النت هيد المؤثر على الفرش هو عباره عن 74 ناقص 8، 74 ناقص 8. الهيد ده الهيد بيتم التعامل معاه بواسطه فرش طوله تقريبا، نجمع بقى الستة زائد السبعين زائد الستة اللي هي في الداون ستريم، ستة اللي هي في الداون ستريم، فيدينا طول خط الزحف او الكريب لينث، طول خط الزحف تحت المنشأ. يبقى المسافة او البعد الرأسي، دايما اساتذتنا علمونا ان كلمة مسافة يعني مسافة افقية، اما لو في حاجة رأسية نقول عليها بعد او ما يشابه من المرادفات. يبقى البعد الرأسي ما بين 1 و2 زائد المسافة الافقية ما بين 2 و4 اللي هي 70 متر، زائد البعد الرأسي ما بين 4 و5، السمشن بتاع الديستنس دي كلها يدينا طول خط الزحف او لينث اوف كريب لاين خط الزحف اللي تحت الايه الفرش الموجود عندنا. لما هنقسم الهيد اللي هو 74 ناقص 8، 74 ناقص 8 على مجموع المسافات دي او مجموع الابعاد دي، هيدينا ما يسمى بالهيدروليك جريدينت اندر ذا ابرون، او تحت قاعده السد، في الكيس اللي عندنا تحت قاعده السد. وبالتالي لما نيجي نطبق بقى الكلام ده، زي ما احنا شايفين ان الطول الكلي الكريب لينث هو عباره عن 70 المسافه الافقيه زائد البعدين الرئيسيين 6 و6، فبقى السمشن 82 متر. طيب النت بيزومتريك هيد على الفرش هو عباره عن منسوب المياه بالامام ناقص منسوب المياه بالخلف، يبقى 74 ناقص 8 يساوي 66 متر. لما بنقسم ال 66 على ال 82 يدينا الانحدار الهيدروليكي تحت الفرش، يبقى 66 على 82 عبارة عن 1 على 1.242، وده الانحدار الهيدروليكي للتسرب أسفل السد، أسفل السد. طبعا لما نيجي بقى نرسم ضغوط مؤشر ضغوط البيزومترية أو ضغوط رف، احنا عارفين زي ما قلنا قبل كده إن مؤشر الضغوط البيزومترية عند أي نقطة هو عبارة عن هيد المية في النقطة كام؟ البريشر هيد كام؟ البريشر هيد كام؟ زائد بعد النقطة عن خط المقارنة، ودايما طالما احنا هنشتغل على النت بيزومتريك هيدز يبقى انا هشتغل على خط المقارنة اللي هو منسوب المياه في الخلف، منسوب المياه في الخلف. يبقى الضغط البيزومتري عند أي نقطة لما أجي أحسبه بقول هو عبارة عن هيد المية فوق النقطة أو البريشر هيد أباف ذا بوينت كام؟ زائد البعد الرأسي ما بين النقطة ومستوى المقارنة مع مراعاة الإشارة، يعني مثلا لما أكون عند نقطة زي نقطة 2 فأنا تحت مستوى المقارنة ب 14 متر، يبقى لما أجي أعوض في معدل برنولي هيبقى الزد بناقص 14، جت منين 14؟ 6 زائد 8 يبقى 14، 6 زائد 8 14، تمام. ناقص اللوسز، اللوسز نتيجة سريان المياه اسفل او خلال التربه تحت هذا الفرش، يعني اشوف الفاقد من ساعه ما بدايه السريان، بدايه اختراق الماء للتربه الى ان وصلت الى هذه النقطه. وطبعا اللوسز في الحاله دي هو عباره عن المسافه اللي احنا مشيناها مضروبه في قيمه الانحدار الهيدروليكي للتسرب اسفل الفرش. تعال نطبق الكلام ده، يعني على سبيل المثال النقطه 1 هنلاقي البيزومتري كده عندها عباره عن هيد الميه فوق النقطه اللي هو 74،
زائد بعد النقطة عن خط المقنع مع مراعاة الإشارة، يبقى زائد ناقص 8 زائد ناقص 8 ناقص اللوسز. طبعا عند نقطة واحد لسه ما فيش لوسز، فبالتالي هنلاقي زي ما احنا شايفين كده قصادنا ان الضغط البيزومتري عند النقطة واحد هو عبارة عن 74 زائد ناقص 8، وحطيناها ناقص 8 لان النقطة محل الدراسة انا بدرس عندها البيزومتريك هيد هي نقطة اسفل مستوى خط المقارنة الموجود عندي، فحطيناها as a negative sign. طيب تعالى النقطة 2 مثلا. النقطة 2 زي ما احنا شايفين اهي، هنلاقي ان هيد المية فوق النقطة عبارة عن 74 زائد 6، مطروح منها خط المقارنة، اطرح خط المقارنة البعد عن خط المقارنة اللي هو ناقص 14 عشان انا تحت خط المقارنة، ناقص الفواقد من 1 ل 2 اللي هي عبارة عن المسافة اللي احنا مشيناها من 1 او البعد الرأسي من 1 و 2 مضروبة في قيمة الانحدار للتسرب اسفل، الانحدار الهيدريكي للتسرب اسفل هذا الفرش اهو، يبقى 80 اللي هو هيد الماي بريشر هيد فوق النقطة دي كام؟ ناقص او زائد الاول بعد النقطة عن خط المقنع مع مراعاة الاشارة، يبقى زائد ناقص 14 ناقص الفواقد من 1 ل 2 اللي هي 6 في 1 على 1.242 ادانا بيزومتريك هيت بقيمة 61.17 من 100. واضح ان الضغط البيزومتري يظل في انخفاض الى ان يصل لقيمة الصفر عند اخر نقطة لمستوى المقنع هي او لاخر نقطة للتسرب اسفل الفرش وهي النقطة 5 زي ما احنا شايفين. يبقى انا بداية اول نقطة بيكون البيزومتريك هيد عندها هو صافي الضغط البيزومتري المؤثر على الفرش اللي هو 66، وينتهي عند النقطة 5 بيكون الضغط البيزومتري عندها بصفر بصفر. ان بتوين نبدأ بقى نجيب القيم 2 و3 و4. طبعا انا هجيب عند نقطة 3 عشان في عندها مجرى تصريف، وبالتالي هنشوف تأثير مجرى التصريف على النقطة 3، يبقى لازم احسب الضغط البيزومتري عند النقطة 3. فعلى سبيل المثال عند النقطة 3 برضه نفس الكلام، البريشر هيد فوق النقطة اللي هو 74 زائد 6 88 او 80 عفوا 74 زائد 6 زائد بعد الرأس ما بين النقطة وخط المقنع مع مراعاة الإشارة، يبقى زائد ناقص 14 ناقص الفواقد من 1 ل 3 اللي هي 6 زائد 20 يبقى 26 في 1 على 1.242 اهو، يبقى عند 3 اهو 80 زائد ناقص 14 زي ما احنا شايفين كده قصادنا اهو، ناقص الفواقد اللي هو 26 في 1.242 وهكذا، طلعت 45.7 من 10. كذلك النقطة 4 هي عند نفس المستوى الأفقي، هيبقى بس هيزيد عندنا طرح قيمة الفواقد لحد نقطة 4. طبعا احنا عارفين عند نقطة 4 المسار اللي خده السريان أسفل الفرش إلى أن وصل نقطة 4 هو 6 زائد 70 يبقى 76، يبقى 76 في 1 على 1.242 ادانا قيمة الضغط البيزومتري عند 4 هو 4.81. عند 5 طبعا نفس الكلام، 74 اللي هو هيد المية فوق النقطة أهو، يبقى هيد المية فوق النقطة اللي هو 74 زائد بعد النقطة عن خط المقنع مع مراعاة الإشارة اللي هو زائد ناقص 8 ناقص الفواقد من 1 ل 5 اللي هو عبارة عن 88 أو عفوا 86 اللي هو 6 زائد 70 زائد 6 الموجودة هنا، يبقى 6 و6 12 مع ال 70 يبقى 82 82 مضروبه في 1 على بوينت 1.242 اهو. 74 هو بريشر هيد فوق النقطة زائد البعد عن خط المقنع مع مراعاة الإشارة ناقص المسار اللي احنا مشيناه لحد نقطة 4 اللي هو 82 متر في 1 على 1.242 لأن الضغط البيزومتري بقى بصفر. تمام. طيب ده قبل ما نشغل مجرى التصريف، هو قال لنا في المسألة إن مجرى التصريف بيخفض البيزومتريك هيدز 70%. يبقى معنى الكلام ده هروح رايح عند الموقع بتاع النقطة أجيب قيمة الضغط البيزومتري عند النقطة 3 اللي هو قيمة مجرى التصريف، ويتم تخفيض القيمة دي 70%، بمعنى إن الضغط البيزومتري هتبقى قيمته بعد تشغيل مجرى التصريف هتبقى 30% من القيمة دي، لأن حصل ريدكشن بقيمة 70%، حصل ريدكشن بقيمة 70%.
فهضرب ال 45.07 في 30%، ده المتبقي بعد ما حصل ريدكشن بيزومتريك هيد. يبقى 45.7 مضروبه في 3 من 10 يدينا قيمه الضغط البيزومتري هو 13.52 من 100 متر اهو. يبقى ده مؤشر الضغوط البيزومتريه قبل ما مجرى التصريف يشتغل. بدانا ب 66 عند النقطه 1، ف 61 و17 عند النقطه 2، ف 45.7 عند النقطه 3، ف 4.81 عند النقطه 4، و 0 عند النقطه 5. وده البيزومتريك هيد او النت بيزومتريك هيد دايجرام اسفل السلم، وده قيمه النت بيزومتريك هيد دايجرام بعد ما شغلنا المصرف. ايه اللي عملناه؟ ان الاحداثي اللي هو 4 اللي هو 45 ده 45 عملنا ريدكشن 70%، يعني المسافه دي اللي احنا خفضناها دي 70% من قيمه ال 45، يبقى المتبقي تحت 30%. 30% في ال 45.7% يعني 13.52 13.52. وبكده يبقى رسمنا مؤشر ضغوط البيزومتريه بعد تشغيل مجرى التصريف، بعد تشغيل مجرى التصريف. طيب عايزين عشان المطلوب الثاني، ونكون حتى لو ما هوش طلبه احنا لازم نعمله علشان نقدر نتعامل مع المنشا الموجود عندي، واقدر احسب الفاكتور اوف سيفتي اجينست اوفر تيرنينج زي ما هو قال في المساله، وهو مؤشر ضغوط الرف. طيب مؤشر ضغوط الرف او البريشر هيد دايجرام، احنا عارفين ان الفرق ما بين البيزومتريك هيد والبريشر هيد ان انا لو في عندي قيم من البيزومتريك هيدز لو طرحت منها الزد باشارتها يديني البريشر هيد فاليو، لو طرحت من قيمه البيزومتريك هيد عند ات اني بوينت طرحت منها قيمه البعد عن خط المقارنه مع مراعاه الاشاره يبقى ده هيدينا قيمه الضغط البريشر هيد عند النقطه انا بشتغل عليها. طبعا زي ما احنا عارفين ان انا باجي اتعامل مع السد او البريشر هيد اسفل السد انا هتعامل مع المستوى المعرض لبريشر هيدز اللي هو بدءا من 2 ل 4، يبقى عندي 3 نقاط 2 و3 و4 تمام. طب كانت كام قيم ضغوط البيزومتريه عند 2 و3 و4 موجوده عندنا حسبتها؟ يبقى عند 2 كان الضغط البيزومتري 61.17، لو طرحت منه البعد عن خط المقارنه باشارته يعني اقول ناقص ناقص 14 يديني ضغوط الرف. طب قيمه الضغط البيزومتري عند نقطه 3 طبعا بعد تشغيل المصرف هو 13.52، واطرح منه ناقص ناقص 14 عشان الاشاره كانت نيجاتيف يدينا قيمه ضغوط الرف. كذلك عند نقطه 4 اللي هو 4.81 لو طرحت منه ناقص ناقص 14 يدينا قيمة ضغوط الرف، ودي الموجودة عندنا زي ما احنا شايفين اهو. طرحنا من كل قيمة للبيزومتريك هيد طرحنا منها الزد بإشارتها ادانا قيم ضغوط الرفع اللي هنشتغل عليها قد ايه، وده قيمة مؤشر ضغوط الرفع اسفل السد اسفل السد. طبعا احنا في الامتحان يفضل ان انا ارسم قيم مؤشر ضغوط البيزومتريه وضغوط الرف اسفل السد علشان اقدر احدد لو عايز اعرف عند نقطه ان بتوين تو فاليوز انت حسبتهم اقدر بتو سكيل اقدر اعرف ضغوط البيزومتريه كام وضغوط الرف قيمتها كام. فده مؤشر ضغوط الرف تحت قاعده السد. نيجي بقى لحساب الفاكتور اوف سيفتي اجينست الاوفر تيرن. لما اجي للسد بتاعي هلاقي ان المساله عندي ان في عندي سد اهو، والسد ده في قوه تعمل على عدم اتزان السد او اللي احنا بنسميها الاوفر تيرنينج مومنتس، وطبعا دي اللي جايه على سبيل المثال من اي مثلا على سبيل المثال لو في هوريزونتال فورس هنا كده، وبالتالي دي نقطه الانقلاب الموجوده عندنا قدمه السد اهي، يبقى النقطة دي هيحصل حواليها انقلاب عشان كده تحددها في المسألة نقطة 4. يبقى أي قوة هينتج عنها مومنت في هذا الاتجاه دي بنسميها الأوفر تيرنينج مومنت. أي قوة معاها مومنت أرم وهينتج عنها مومنت في هذا الاتجاه بنسميها الأوفر تيرنينج مومنت. أي قوة عكسية يعني هينتج عنها مومنت في هذا الاتجاه
اهو في الحاله دي، دي بنسميها ريزيستنج مومنت او عزوم مقاومه للانقلاب، عزوم مقاومه للانقلاب. يبقى العزوم المقاومه للانقلاب وعندي العزوم المشجعه، لازم عشان اتاكد ان السد بتاعي سيف اجينست الاوفر تيرنينج لازم اكون اكبر من العزوم المقاومه قد العزوم المشجعه الاوفر تيرنينج مومنتس على الاقل مرتين، على الاقل مرتين ولا تزيد عن 3 مرات، لان اكتر من 3 مرات يبقى ان ايكونوميك، يبقى معنى كده ان السد مش اقتصادي. طب هعمل تشيك على الكلام ده ازاي؟ هبدا في تقسيم السد عندي وكذلك الابليفت بريجر هيد دايجرام لاشكال هندسيه اقدر اتعامل معاها، اشكال هندسيه اقدر اتعامل معاها. فعلى سبيل المثال قسمنا السد لمستطيل ومثلثين يمين وشمال، وقاعده السد ودي دبليو 1 2 3 4، وكمان في اوزان جايه من ضغوط الميه الاماميه دبليو 5 وفي دبليو 6، وفي هيدروستاتيك بريشر جاي من الميه في الابستريم بقيمه بي 1، وفي هيدروستاتيك بريشر جاي من الميه في الخلف بقيمه بي 2. هنقدر بقى نحسب الكلام ده كله، واقدر بعد ما احسبه وانا عارف من الاشكال الهندسيه السي جي بتاعه كام فين، لان كل ويت من دول هيبقى في السي جي، فهيبقى عندي كل قيمه من القيم دي دبليو 3 هبقى عارف قيمتها بكام مثلا، وعارف مكان تاثيرها فين عن نقطه اخذ العزوم اللي هي النقطه 4 الموجوده عندي هنا دي كده اهي. كذلك الابليفت بريشر هيد دايجرام ببدا اقسمه لاشكال هندسيه مستطيل ومثلث، واشكال هندسيه اقدر اتعامل معاها من ناحيه حساب المساحه ومن ناحيه لان اكون عارف السي جي لكل شكل من الاشكال دي، بحيث ان الابليفت بريشر يعني على سبيل المثال الابليفت بريشرز تحت مع البي 1 على سبيل المثال خلاص دي هتولد اوفر تيرنينج مومنتس، لان كل العزوم اللي هتنتج منها في هذا الاتجاه، في الاتجاه ده كده. اما الدبليو مثلا على سبيل المثال دبليو 1 و2 و3 الاوزان ودبليو 6 ودبليو 5 هتشكل ريزيستنج مومنت في عكس اتجاه اللي ممكن السد ينقلب حوله. فبالتالي هبدا اجيب كل قوه منهم ومكان تاثيرها طبعا طبقا للشكل الهندسي اللي هي هتكون في السي جي بتاعه، اقدر اجيب دبليو 3 ودبليو 4 وكل الفورس وار 3 وار 4 الى اخره. فعلى سبيل المثال تعالى ناخد مثال كده ل وليكن دبليو 2 مثلا، اروح رايح كده اهو الاقي مثلا ان دبليو 2 قال هي عباره عن 80 في 6 في 2 من 10، 80 اللي هو ارتفاع السد من 0 ل 80 في العرض 6 في كثافه الخرسانه سبيسيفيك ويت 2.2 من 10، لقينا ان دبليو 2 ب 1276 طن. طيب دبليو 1 نص القاعده، يبقى طبعا الاول دبليو 2 جبنا قيمتها طبعا هي تؤثر في نص 6، يبقى معنى الكلام ده ان بعد النقطه او الوزن دبليو 2 عن نقطة أخذ العزوم هي عبارة عن 3 اللي هي نص الستة زائد قاعدة المثلث اللي جنبها، يبقى البعد دبليو 2 هتبعد مسافة هي طبعا في نص الستة يبقى 3 زائد قاعدة المثلث، ده يدينا المومنت ارم عن نقطة أخذ الإيه العزوم. طب دبليو 1 مثلا دبليو 1 عن 2 من 10 في 80، 2 من 10 في 80 دي منين؟ دي قاعدة المثلث ده جت منين؟ هو قال الميل الأمامي 2 من 10 لواحد، يعني 2 من 10 افق الواحد راسي. طيب اذا كان الراسي 80 متر يبقى القاعده كام؟ يبقى القاعده 2 من 10 في 80، يبقى القاعده 2 من 10 في 80، يبقى 2 من 10 في 80 دي قاعده السد هتنضرب في ارتفاع السد اللي هو 80 اهو، 2 من 10 في 80 في 80 تاني هو ارتفاع السد في نص عشان مساحه مثلث، في 2.2 من 10 هي السبيسيفيك ويت للخرسانه العاديه، اقدر اجيب الوزن ب 1408. طب مكان تاثيرها فين بالنسبه لاخذ العزوم؟ العزوم هي عباره عن نص قاعده او عفوا في التلت والتلتين، يبقى تلت المسافه دي زائد 6 زائد قاعده المثلث ده. طب دبليو 3 نفس الكلام 80 اللي هو الارتفاع الراسي في الارتفاع او القاعده للمثلث اللي هي عباره عن 6 من 10 في 80، انه قال الميل ده 6 من 10 لواحد، يبقى إذا كان الارتفاع 80 يبقى قاعدته 6 من 10 في 80، يبقى 6 من 10 في 80
في 80 في نص جبنا المساحة، في 2.2 من عشرة جبت الويت، يبقى دبليو 3 زي ما احنا شايفين اهي، 80 في القاعدة اللي هي 6 من عشرة في 80 في نص اللي هو المساحة، في 2.2 من عشرة جبت الايه؟ الويت اللي عندي 4000 و200 4224. طب ما كان تأثيرها في تلتين القاعدة اللي هي 6 من عشرة في 80، يبقى تلتين ده ادانا المومنت ايه؟ 4. وهكذا باقي الأوزان. طبعا الضغط الهيدروستاتيك الهيدروستاتيك بريشر واللي هيدينا هيدروستاتيك فورس من الاب ستريم، اقدر اجيب قاعدة المثلث عبارة عن جاما في اتش، جاما في اتش، وجاما في اتش تدينا قاعدة المثلث، يبقى البي واحد عبارة عن مساحة المثلث اللي هو نص القاعدة في الارتفاع، يبقى القاعدة جاما في اتش في الارتفاع اللي هو 74، اقدر اجيب من هنا في نص طبعا زي ما احنا شايفين كده اهو، يبقى نص في جاما بواحد في 74 في 74 يبقى 74 تربيع، اديتنا الهيدروستاتيك فورس اللي جاية من الاب ستريم، وواحد في 8 تربيع فين بقى دي؟ اللي هو بي 2 الموجود اهي في النص، طبعا كان عمق الماء في الداون ستريم 8 زي ما احنا شايفين، فادانا قيمه الهيدروستاتيك فورس ب 32 طن. طبعا برضو البي 1 والبي 2 هتبقى في تلت وتلتين، يبقى شوف الارتفاع ده هنا في الاب ستريم 74 يبقى تلت زائد السته اللي هو عشان يدينا المومنت ار، والبي 2 هتبقى في تلت الثمانيه زائد الستة الموجودة تحت. كذلك الابليفت بريجر بنقسمه لاشكال اقدر اتعامل معاها واقسمه بنفس الطريقة. وابدأ احط الكلام ده عشان يسهل علي الحسابات في جدول بالمنظر ده. ابدأ اقسمه لتو بارتيشن، ريزيستنس مومنت اهو، واوفر تيرنينج مومنت، عزوم مقاومة عزوم مشجعة. وابدأ احط كل قوة او كل عزم منهم في خانة، يعني على سبيل المثال البي 1 فرضا، البي 1 يعتبر عزم مقاوم ولا مشجع؟ البي 1 احنا قلنا فين البي 1؟ اهي البي 1، لا ده عزم عايز يؤدي لانقلاب السد، قمت حاطه في مكانه اهو. الفورس از فاليو كام طن؟ ب 2738. طيب المومنت ارم كام متر؟ قال لي 30.67 من 100. جبنا منين ال 30.67 من 100 دي؟ عبارة عن تلت ال 74 اللي هو البعد الرأسي ده كله اهو، 74 تلت زائد ال 6 متر الموجودة تحت. لما اجمع الكلام ده الاقيه اللي هو اهو 30.67. لما اضرب الفورس في المومنت ارم ادانا قيمة المومنت بكام. اكرر نفس الكلام ده لكل الفورسز اللي هتؤدي لانقلاب زي ار 1 وار 2 وار 3 وار 4، وطبعا احنا قلنا ار 1 وار 2 وار 3 وار 4 هي الفورس اللي نتجت من تقسيم الابليفت بريجر دايجرام، بريجر هيد دايجرام لاشكال هندسيه. اقدر اجيب مساحه مثلا الشكل ده يدينا ار 1. طب ار 1 دي بتاثر فين؟ انا عندي القاعده اشوف القاعده دي كام؟ لو 20 متر هي بتؤثر في تلتين ال 20 متر من هذا الاتجاه، يبقى تلتين ال 20 زائد ال 50 هتدينا المسافه اللي هي 63 و 33 من 100 متر. واكرر نفس الكلام بالنسبه لعزوم المشجعه للانقلاب، اضرب قوه في مسافه يدينا مومنت، قوه في مسافه يدينا مومنت، قوه في مسافه يدينا مومنت. طيب العزوم الـ 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 العزوم المشجعه او العزوم بقى المقاومه للانقلاب، ايه اللي هيقاوم؟ على سبيل المثال ال W1 دي عزوم مقاومه، طب قيمه كام ال W1؟ ما احنا جايبينها كام؟ اهي ب 1408. طب 1408 كقوه بتؤثر فين؟ في تلت القاعده دي زائد السته زائد قاعده المثلث اللي جنبها. لما جمعنا تلت القاعده مع السته مع القاعده اديتنا القوه او المسافه اللي هي فين بقى؟ اللي هي 59.33 من 100. ضربت ال 59.33 من 100 في ال 1408 ادانا قيمه المومنت اللي هو 83541. بنفس بقى الاسلوب نبدا نجمع بقى العزوم هنا اهي، ادتنا ان العزوم المقاومه بالقيمه دي
وكذلك العزوم المشجعة، لما جمعت الكولم ده ادانا العزوم المشجعة اهي، قسمنا الاثنين على بعض، العزوم المقاومة على المشجعة ادتنا 1.98 من 100، 1.98 من 100 يعني اقل من 2، فمعنى كده ان السد هنا انسيب. طب ازاي نخليه سيف؟ ده طبعا هنحاول احنا بقى نزود ابعاد السد عشان ندي ويتس اكبر، وبالتالي نقدر نقاوم. وبكده يبقى احنا حلينا اول مسألة. اتمنى ان شاء الله يبقى مفهوم ان شاء الله، وباذن الله تكون الامور فيه واضحة، وان شاء الله نبدأ نحل فيه المثال التاني. تعالوا مع بعض كده نشوف المثال التاني بيقول ايه. في بيقول a storage plain concrete dam is to be constructed across a valley. في عندنا وادي معين عايزين نمشي فيه سد، وبيقول ان the maximum، دكتور معلش، اذا بيقول لي ان the maximum design water level upstream the dam is 42 سم 42.6 متر، تمام. والسلوب of the downstream face of the dam is 8.1، والاب ستريم فيس از فيرتيكال. طيب ذا رود ويث اوفر ذا دام 8 متر، خلاص. و منسوب اعلى السد اعلى من الووتر ليفل امام السد ب 3.4 متر، وبيقول لي ذا سيف هيدروليك جريدينت فور ذا سيفج اندر ذا دام، ماشي. طيب بيقول لي ان عايز يحسب قيمه، ربما ان الجمله دي بي سيف هيدروليك جريدنت فور ذا سيفج اندر ذا دام، ربما دي كانت محتاجه ان احنا نشيلها، يعني ليس لها معنى قوي يعني. طيب بيقول لي فايند از ريكوايرد تو فايند، اول حاجه ذا ديبس اب ستريم كات اوف دي فور ذا سيفتي اجينست اندر مايننج. بيقول لي طبعا دي بمعلومه ان اف يو نو if you know that the safe hydraulic gradient for the sewage under the dam tilt، يعني الحنظله الهيدروليك الام 1 على 3، من المعلومه دي احسب الكات اوف كام. درو ذا ابليفت بريشر هيستوجرام ات ذا بيز، ماشي، احسب مؤشر ضغوط الرف، واحسب برضه كالكوليت ذا فاكتور اوف سيفتي اجينست اوفر تيرنينج اباوت بوينت كي. فين البوينت كي دي؟ اهي، ودي فعلا نقطه انقلاب السد اللي ممكن السد ينقلب حواليه. السد زي ما احنا شايفين قاعده عرض الطريق في اعلى السد 8 متر، وترتفع زي ما قلنا في المساله فوق منسوب سطح الميه ب 3 متر و4 من 10 42 و6 من 10 زائد 3 و4 بقت 46. قاعده السد متدرجه بالمنظر ده، ما هياش هوريزونتال كامله بس متدرجه، ما هواش مستوى يعني فلات سيرفيس، لا ده هو متدرجه بالمنظر ده كده، خلاص. وفي قاطع تحت، وفي كعب كده معمول في السد من ورا، وفي اب ستريم ووتر ليفل قدامه 62 و4 42 و6 من 10 عفوا، ومنسوب الارض 6. طيب وبالتالي انا ممكن بقى بالمعلومات اللي عندي، طبعا هو قال لي ان الوجه الامامي للسد راسي، اما الخلفي مايل بميل 8 من 10 لواحد، وبالتالي الداتا كلها موجوده عندي، اقدر بقى احسب. طب هحسب ازاي؟ أول حاجة عايز عمق القاطع، طيب بحيث إن عمق القاطع دوت يوفي إن الانحدار أسفل الفرش لا يزيد عن تلت، خلاص. يبقى أبدأ أشوف النت بيزومتريك هيد تحت السد للتسرب أسفل الفرش كام، وعبارة عن 42.6 ناقص 10.8 أهو، يبقى 42.6 ناقص 10.8 خلاص، يطلع 1.38. ازاي بقى دي؟ تعالى كده نشوف مع بعض. نطرح كده 42.6، لما نطرح منها طبعا هو اهو، تعالى نطرح مع بعض كده 42.6 مطروح منها 10.8، يطلع 31.8، 31.8، تمام؟ أهو 31.8. أمال جاب دي منين ال 36 ولا 4.8؟
طارح هو من كل اب ستريم ووتر ليفل طارح منه منسوب الارض، كانه عايز يجيب هيد الميه في بدايه التدفق كان كام اهو، اللي هو البعد الراس ده كام، وطرح منه البعد الراس في داون ستريم، فقال 42.6 من 10 ناقص 6 فاداله هيد الميه هنا كام، و10.8 ناقص 6 اداله هيد الميه هنا كام. لكن احنا كان يكفينا في الحاله دي نقول 42.6 ناقص 10.8 هيدينا 31.8 من 10. طيب الطول الكلي للزحف without the cutoff او sheet pile اقدر احسبه، هو عباره عن ايه؟ عباره عن الطول ده زائد القاعده زائد الطول ده زائد القاعده زائد البعد ده زائد القاعده، نجمع. هو بيقول لي ان المصطبه دي ده 6 يبقى ده ايه، ده منسوب 3 وده منسوب 0، يبقى معنى كده دي 3 ودي 3، فبالتالي ممكن بقى نجمع نقول 3 زائد 3 زائد 6 ادانا الفيرتيكال ديستانس او الابعاد الراسيه، واجمع عليها 12 زائد 14 زائد 14 ادينا المسافات الراس الافقيه، يبقى 14 زائد 14 زائد 12 ادانا كده المسافات الافقيه، اجمع عليها 3 زائد 3 زائد 6 ادانا الابعاد الراسيه، ده كله من غير وجود القاطع. وممكن اعمل تشيك جايز في المساله عندي ما كنتش محتاج قاطع، اشوف بقى لما اقسم ال 31 و 8 من 10 اللي هم موجودين عندنا، لما اقسمها على الطول الافقي ده هل تدينا انحدار اكبر من تلت ولا اقل من التلت؟ تعالوا نشوف مع بعض اهو. لما لو انت قسمت على سبيل المثال، لما كنا جمعنا الـ 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 الابعاد من غير القاطع، هلاقي ان الابعاد اللي خط الزحف without كاتوف هي عباره عن 52. طب انا لما اقسم 52 على 31.8 من 10 تساوي 1.63، معنى كده يبقى الانحدار الفعلي تحت الفرش 1/63%، مش 1/3. طبعا انحدار 1/63% اكبر من 1/3، معنى كده ان الفرش not safe against الاندرمايننج. معنى الكلام ده ان احنا بالفعل محتاجين لزياده طول خط الزحف اسفل السد، ده هيتاتى بقاطع. طيب نبقى معنى الكلام ده بقى ايه؟ ان الطول المطلوب لا يقل عن قيمه الاتش في السي، لان اتش على ال عشان يبقى الفرش سيف اجينست اندر مايننج، يكون الانحدار يساوي او اقل من 1/c. انا عندي السي ب 3 1/3 وعندي اتش ب 31.8 من 10، يبقى ال ال عباره عن اتش مضروبه في السي، يبقى 31.8 من 10 مضربها في 3 تطلع 95.4 من 10. يبقى معنى كده ان ده الطول اللي يخلي التسرب اسفل الفرش لا يؤدي الى ظاهره الاندر مايننج او الاستنزاف التحتي. طيب الطول الفعلي دلوقتي واحد كام؟ 52. يبقى ده احنا قلنا من شويه دوت مش سيف، يبقى احنا محتاجين نزوده قد ايه عشان يبقى مجموع الزياده زائد 52 تطلع الطول المطلوب اللي هو 5.4 من 10. طبعا الكاتوف عندي بيلقى التسرب اسفل الفرش لما بيعترض الكاتوف، يبقى بيمشي مع طول الفرش بعد راسي بقيمه دي ويرجع لبعد في الرير فيس برضه قيمه الدي، عشان كده بجمع 2 دي. لكن لازم هنا نقول ان نظريه بلاي احنا في كليه الهندسه جامعه الازهر قامت العديد من الدراسات على اختبار فرد بلاي وكذلك لين في موضوع القواطع اسفل الفرش، يعني اساتذتنا في استاذنا المرحوم باذن الله استاذنا الدكتور ايمن السلاوي واستاذنا الدكتور انس الملا ومن جاء من بعدهم عملوا ابحاث في هذه الامور، وتبين ان فرض بلاي ان المسار بياخد مرتين عمق القاطع هو فرض غير صحيح، بل ما بيحصلش. ان احنا لما جينا درسنا الكلام ده لقينا ان السيبج تحت الفرش بيبدا ياخد المسار ده كده ماشي 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 ماشي، لكن بعد ما يجي في الوجه الثاني بيبدا ياخد الشكل دوت كده، وبالتالي هو لا يؤثر
او لا يسير بمحاذاه القاطع زي فرد بلاي او فرد لين. طب لقينا يعني جنرال كده الطول دوت طول القاطع محتاج يزيد على الاقل من 15 ل 20% عن طريق بلاي. طبعا انت في الامتحان هتلتزم بيه اللي احنا حالين بيه المساله، كان انا بقول لك دوت من باب ربما لحين ما نعدل الكلام دوت في محاضراتنا ان شاء الله، ان ربما حد يشتغل في فيل زي ده يبقى عارف ان الفرض بتاع بلاي ولين غير صحيح، محتاج ان هو يعدل ومحتاج ان احنا نزوده، علشان ده ممكن يعمل لنا مشاكل تحت المنشآت. لكن طبعا انت معفي من يعني في الكورس بتاعنا دوت عن القيم دي، لكن لحين تعديل دوت ان شاء الله في الكورس نفسه في الترمات القادمه ان شاء الله. طيب وبالتالي هنجمع ال 52 مرتين عمق القاطع، لان القاطع بيسير على امتداد البعد للقاطع في الفرونت فيس وكذلك في رير فيس، يبقى 2 دي. منها نلاقي ان عمق القاطع تقريبا طالع 21.7 من 10. 21.7 من ايه؟ من 10. خلاص يبقى انا كده جبت ابعاد القاطع، عمق القاطع ده المطلوب الاول اللي هو ايه؟ عايزه. بعد كده عايز نرسم الابليفت بريجر هيدز. خلاص امور سهله. الابليفت بريجر هيدز زي ما هو كاتب عندك اهو، هحسبها ازاي؟ قلنا هروح جاي عند اي نقطه. طبعا انا هشتغل لما هشتغل بريجر هيد دايجرام هبدا من عند النقطه دي انتهاء بالنقطه كي الموجوده عندنا. فابدا عندي نقطه اتنين، نقطه قبل القاطع ونقطه بعد القاطع، يبقى 1 2 3 4 5 6 7 والنقطه كي الاخيره. قيمة ضغط الرف عند أي نقطة، عند أي نقطة بدرس عندها البريجر هيدز هي عبارة عن هيد المية فوق النقطة كام، هيد المية فوق النقطة كام ناقص مقدار اللوسز من بداية السريان حتى الوصول إلى هذه النقطة. واللوسز دي هي عبارة عن المسار للمية مشيته مضروب في قيمة الانحدار الموجود عندي. فنيجي مثلا على سبيل المثال عند نقطة 2، خلاص هد الميه كام؟ 42.6 من 10 اهي، لما نيجي نقف عندها اهي اجمع عليها، خلاص ادي المنسوب عندها صفر ومنسوب الميه 42.6 من 10، يبقى البريشر هيد عند النقطه دي 42.6 من 10، 42.6 من 10 ناقص اللوسز. اللوسز هي عباره عن المسار اللي احنا مشيناه من بدايه السريان اللي هو 6 متر مضروب في 1 على 3 اهو، يبقى 6 في 1 على 3 يبقى يطلع البريجر هيد عند النقطة 2 ب 40.6 من 10. طيب تعالى للنقطة تحت قبل القاطع على سبيل المثال، تعالى نحسبها مع بعض النقطة دي. طيب النقطة دي البريجر هيد عندها كام؟ بريجر هيد برضه 42.6 من 10 ناقص اللوسز. اللوسز قد إيه؟ 6 زائد 7 اللي هي 13 في 1 على 3 أهي. 6 زائد 7 13 في 1 على 3 ادتنا قيمة البريجر هيد كام؟ طب بعد القاطع نفس الكلام، البريجر هيد عند النقطة اللي بعد القاطع برضه 42.6 من 10 ناقص اللوسز. اللوسز اللي هي عبارة عن إيه؟ 6 زائد 7 زائد 21.7 من 10 في 2 عشان مرتين عمق القاطع مضروبة في 1 على 3 أهي، وهكذا لحد ما اوصل لباقي النقاط بنفس الايه؟ الاسطول. خلاص؟ طيب تمام. نيجي بعد كده عايزين نرسم او عايز اعمل تشيك اجينست، تشيك اوف سيفتي اجينست الاوفر تيرنينج زي ما اشتغلنا بقى في المثال اللي قبل كده. هنبدا نقسم السد عندنا لاشكال هندسيه اقدر اتعامل معاها، W1 W2 W3 W4 وكذلك الابليفت بريجر دايجرام هبدا اقسمه هو الاخر لاشكال هندسيه اقدر اتعامل معاها. بمعنى زي ما انا عندي هنا W1 اقدر لما اجيب مساحه المستطيل ده، مساحه المستطيل ده واضربه في الجاما او السبيسيفيك ويت للدام اللي هي 2.2 من 10 لانه خرسانه عاديه، يبقى 2.2 من 10 في المساحه جبت ال W1 واقدر اعرف بعد ال W1 المومنت ارم ليها عن نقطة الانقلاب اللي هي كي كام؟ اللي هي المسافة دي اهي كام؟
واكرر نفس الكلام ده بقى بالنسبه لدبليو 2 ودبليو 3 ودبليو 4 ودبليو 5 وكذلك للبي 1 as a overturning moment. نفس الكلام هنكرره للبريجر هيد زي ما قلنا برضو في المثال قبل كده. ببدا اقسمه لاشكال هندسيه اقدر اتعامل معاها، لمستطيل ومثلث، وكذلك الجزء ده مستطيل ومثلث، يبقى مستطيل اهو، يبقى في عندي وليكن مستطيل ومثلث، وهنا نفس الكلام مستطيل تحت ومثلث فوق، وهكذا باقي الكلام. نبدا نقسم دوت هو كمان اهو لمثلث ومستطيل تحت اهو، تمام، وكذلك برضو هنا في مستطيل ومثلث اهو، يبقى في عندي تحت مستطيل وفوق مثلث، وهكذا الى ان اصل لهذا الشكل اهو مستطيل ومثلث. واقدر بحيث اقدر اجيب قيم الار 1 عباره عن مساحه المستطيل ده ومكان تاثيرها في السي جي بتاع المستطيل ده، ومن تالي اقدر اجيب يبقى المومنت ارم كام عن النقطه كي كام، كذلك الار 2 هي عباره عن مساحه المثلث ده، واقدر اجيب المومنت ارم كام حوالين النقطه كي، كذلك دبليو بقى 3 و4 و5 و6 از سيم، ودبليو 7 واقدر اجيب هي عباره عن مساحه المستطيل اللي تحت والمومنت ارم بتاعها كام، وهكذا. ونبدا الكلام ده كله نحطه في جدول بالمنظر اللي قصادنا. ريزيستنس مومنتس، يبقى ريزيستنس مومنتس العزوم المقاومه والاوفر تيرنينج مومنتس، كل مومنت هيجي من فورس وارم، فورس وارم، فورس وارم، اضرب الفورس في الارم يدينا المومنت كام، يبقى دوت في اخر كولم موجود عندنا، واضرب القوه اللي هينتج عنها ريزيستنس مومنت عزوم مقاومه في المومنت ارم، اقدر اجيب العزوم المقاومه كام. طبعا احنا قلنا ان المين اليمنت اللي بيسبب ثبات السد هي الاوزان والعزوم الناتجه منها، يبقى العزوم اللي جاي من السدود هي العزوم المقاومه للانقلاب. اما الهيدروستاتيك بريجر من الداون ستريم من الاب ستريم عفوا والاب ليفت بريجر، دي اكبر قوتين هيسببوا اوفر تيرنينج مومنتس. نبدا بقى نجمع كل المومنتس دي في الاخر، هنلاقي برضو ان الريزيستنت مومنت طالع تقريبا 63310، والاوفر تيرنينج مومنت 27578. لما نقسم الريزيستنس مومنتس على الاوفر تيرنينج مومنتس هنلاقي ان هو طالع 2.3 وكده اكبر من 2، وبالتالي معنى كده ان احنا ما عندناش مشكله بفضل الله في السد دوت في التشيك على الاوفر تيرنينج. وبكده يبقى احنا خلصنا المسألة الثانية الموجودة معانا في محاضرة النهاردة بفضل الله تبارك وتعالى. تعالوا مع بعض نشوف المثال الثالث والأخير في محاضرة النهاردة، وهو بيقول لنا The figure shows a typical practical dimensions cross section of plain concrete gravity dam. في عندنا سد تثاقلي أهو، عرض القمة 6 والقاعدة واخدة الأبعاد 28 و12 و10 بناء على الميول الموجودة في الجنب، الميول الموجودة اللي هي نص الواحد، بس هي طبعا مكتوب عندنا بالعربي، يبقى الاول الافقي والتاني رأسي، يبقى نص من نص الواحد وثمانية من عشرة الواحد، ستة من عشرة الواحد، طبعا هي مكتوبة بالعربي فتبقى معكوسة، يعني الاول الافقي، ستة من عشرة افقي، الواحد رأسي، وهكذا بقى الميول. ومنسوب المية بالامام 48، منسوب المية في الخلف 9، منسوب الارض صفر، فدي ابعاد السد الموجود عندي. طيب ايه بقى المطلوب؟ بيقول لي لو عندك الداتا دي ان في درينج جاليري بيعمل ريدكشن لبيزومتريك هيد عند موقعه ات ذيس لوكيشن 30%. هنا بقى بدات تظهر الايرث كويك فورس. بيقول لي ان ذا دام مي بي سبجكت تو هوريزونتال ايرث كويك ايكوال تو 1 متر على ثانيه تربيع، يعني السد دوت معرض ل او قد يعرض لزلزال بقيمه 1 متر على ثانيه تربيع، واداني اتجاهه فروم ذا اب ستريم تو داون ستريم، لان مهم جدا الاتجاه في اخذ العزوم لو في عزوم مثلا.
طيب بيقول لك ان عمق القاطع الموجود عندنا the depth of cutoff gives the safety against undermining phenomena. يعني بيقول لي ان عمق القاطع ده اللي هو 20 متر يوفر الامان من ظاهره الاندرمايننج. ايه المطلوب بقى؟ درو ذا بيزومتري كيت زي جرام at the base of the dam without taking the drainage gallery into consideration. يعني بدون الاخذ في الاعتبار وجود مجرى تصريف. ومرة تانية درو بيزومتري كيت زي جرام مع الاخذ في الاعتبار مجرى التصريف. تاني حاجة calculate the factor of safety against sliding مش overturning, against sliding. يعني معامل امان من الانزلاق عند قاعدة السد, معامل امان من الانزلاق عند قاعدة السد. المثالين اللي فاتوا كنا بنشيك على الاوفر تيرنينج او الانقلاب, هنا هنشيك على السلايدنج. شيك على السلايدنج يعني ايه؟ اشوف القوة الافقية اللي عندي كام واشوف الفريكشن فورس اللي عندي كام. الفريكشن فورس دي جاية منين؟ جاية من ضرب الاوزان اللي عندي في معامل الاحتكاك ما بين جسم السد والتربة. معامل الاحتكاك ما بين جسم السد والتربة اللي هو في الغالب بناخده نص. لما اضرب الاوزان في النص اللي هو ده يدينا الفريكشن فورس. لازم الفريكشن فورس لما اقسمها على الهوريزونتال فورسز لازم تكون قدها على الاقل مرة ونص, غير كده يبقى هيحصل سلايدنج, يبقى القوة دي هتحرك السد من مكان. طيب تعالى بقى الاول نحسب الضغوط البيزومتري اللي هو طالبها. احنا بقينا شطار بقى, نبدا نحسب ضغوط البيزومتر على نقطه واحد واثنين. اشمعنى اثنين؟ ما قلناش مش نقطه تغير, عشان هشوف مره قبل مجرى التصريف ومره بعد المجرى التصريف, وكذلك نقطه ثلاثه ونقطه اربعه. تمام, يعني نقطه قبل الكاتوف ونقطه بعد الكاتوف او القاطع الموجود عندي, والنقطه ايه؟ خمسه. طيب ابدا اشوف الاول هو الهيد اللي مؤثر على على قاعده السد كام؟ يبقى النت بيزومتري كده عبارة عن 48 ناقص 9. 48 ناقص 9, يبقى أنا لما بطرح 48 ناقص 9 يبقى 39 متر. يبقى النت بيزومتري كده للتسرب أسفل الفرش 39 متر. ال 39 دي لما أقسمها على طول الكريب لينث أو خط الزحف تحت السد يدينا الانحدار الهيدريكي الموجود عندي. الانحدار الهيدريكي عبارة عن 39 مقسومة على المسافة دي اللي هي كام؟ 10 زائد 12. طبعا لو مش مديني الأطوال الموجودة دي ممكن أجيبها من الميول اللي عندي دي, يعني دي بيقول لي نص الواحد, وأنا عندي الارتفاع الرأسي 20, جبت منين ال 20؟ هو 20 ناقص الصفر 20. يبقى القاعدة المثلث ده نص الارتفاع, يبقى نص في 20 ب 10, نص في 20 ب 10. تمام؟ وهكذا. ماشي؟ طيب يبقى 10 زائد 12 زائد 2 في 20 هو مرتين عمق القاطع زائد ال 28, ده يدينا الكريب لينث او خط الزحف الموجود عندنا اهو. يبقى لما بقسم, لما جيت اقسم ال 39 اللي هو النت بيزومتريك هيد قسمته على طول خط الزحف تحت الفرش اللي هو 90 متر, لما قسمت 39 على 90 ادانا قيمة الانحدار الفعلي للتسرب اسفل الفرش هو 1 على 2.3. يبقى اجي احسب بقى ضغوط البيزومترية. هندي مثال عند النقطة وليكن 2, احسب ازاي؟ اقول هد المية فوق النقطة, بريجر هد اهو, بريجر هد كام؟ زائد بعد النقطة عن خط المقارنة مع مراعاة الإشارة. طيب النقطة 2 أهي, يبقى بريجر هيد قدامها 48. ماشي, زائد بعد النقطة عن خط المقارنة مع مراعاة الإشارة. البعد ما بينها وبين مستوى المقارنة اللي احنا بنقول عشان هرسم النت بيزومتريك هيد باخد دايما مستوى المية في الخلف هو مستوى المقارنة, يبقى هو تحت النقطة دي بتسعة. يبقى أقول 48 او زائد ناقص 9 ناقص اللوسز اللي هي عباره عن ايه؟ عباره عن 10 اللي هو المسافه اللي مشيناها من 1 ل 2 في قيمه الانحدار اهو اهو. يبقى 48 زائد ناقص 9 ناقص 10 في 1 على 2.3 يدينا قيمه الايه؟ البيزومتري كده عند مجرى التصريف.
كذلك بقى عند ثلاثة، وكذلك عند أربعة، وكذلك عند خمسة. طب تعال نشيك عند خمسة مثلا، عند خمسة بقول بريجر هيد عند نقطة خمسة كام؟ 48 زائد بعد النقطة عن خط المقارنة مع مراعاة الإشارة، يبقى زائد ناقص 9 ناقص اللوسز من النقطة واحد لحد ما وصلنا لخمسة، يبقى مشينا مسار مقداره 90، هو 10 زائد 12 زائد 28 زائد 2 في 20 مرة وقت القاطع في 1 على الانحدار اللي هو 1 على 2.3، يبقى يطلع في الآخر القيمة بصفر، وده فعلا الضغط بيزومتري عند نقطة 5 بصفر. طيب هو قال لي بقى إن مجرى التصريف بيخفض الضغط عند موقعه 30%، يبقى المتبقي 70، يبقى اروح جاي عند قيمة الضغط بيزومتري عند مجرى التصريف واضربها في 70، ده المتبقي بعد تشغيل مجرى التصريف اهو، ضربناها في كام؟ في 70، لانه قال لي ان مجرى التصريف يخفض 30%، يبقى المتبقي 70. وبالتالي ممكن ارسم بقى مؤشر الضغوط البازمترية اهو، قبل وبعد، قبل 39 34 عند المجرى، 29 12 0، بعد ما شغلنا مجرى التصريف اللي حصل بس القيم زي ما هي، لكن اللي حصل ان عند 34 اتخفضت 30، فتبقى 70% من ال 34 67 اللي هي 24.27%. تمام. طب عايزين نحسب بقى ضغوط الرف، خلاص احنا بقينا شطار بقى. اي قيمه حسبنا عندها الضغط البازومتري اهو، اطرح منها البعد عن مستوى المقارنه يديني قيمه البريجر هيد. فمثلا الاتش 3 و4 مثلا، ها 3 و4 بس فور اكزامبل 3 و4 اهم، كان الضغط البيزومتري 29 و47 عند 3 اللي هو قبل القاطع، عملت ايه؟ طرحت منه الزد باشارتها، يبقى 29 و47 طرحت منها ناقص ناقص 9، يبقى البريجر هيد عند نقطه 3 38 47، عند 4 كانت 12 و13 اطرح منها 9 باشارتها يبقى ناقص ناقص 9، ادتنا قيمه البريجر هيد ديجرام كان بايه؟ بكام؟ 21.13، وكذلك بقى باقي النقطه 1 و2 وايه؟ و5. وده اصبح مؤشر ضغوط الرف مع الاخذ في الاعتبار وجود مجرى التصريف الموجود ايه عندنا. نيجي بقى عشان نحسب معامل امان من الانزلاق، خلاص؟ ابدا بقى احسب الاوزان، وأقسم بقى السد اللي عندي الأوزان معلومة المساحات زي ما احنا شايفين، فهيبقى في عندي دبليو 2 و3 و4. طبعا هنا ما يهمنيش المومنت ارم لأن ما عنديش، مش هاخد عزوم، فأنا ممكن بقى إيه؟ أبدأ أجمع القوة، أبدأ أجمع الفيرتيكال لودز اللي هي عبارة عن إيه الفيرتيكال لودز؟ مجموع الأوزان دبليو 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 و8، مجموع الأوزان مطروح منه الابليفت بريجر. ليه؟ لان الابليفت بريجر اتجاهه من اسفل لاعلى، والاوزان من اعلى لاسفل، السمشن بتاعها اهو، يبقى لما بطرحهم من بعض يديني النت بريجر، النت فيرتيكال فورسز. هضرب النت فيرتيكال فورسز دي في معامل اعتقد هو نص، يدينا فريكشن فورس. تمام اهو، وابدا بقى اجيب دبليو 1 و2 و3 زي ما اتعلمني، يعني مثلا دبليو 2 على سبيل المثال اهي نص القاعده في الارتفاع. طب الارتفاع ده كام؟ 30. جبناها منين؟ 50 ناقص 20 30 في الارتفاع، القاعده اللي هي 6 من 10 من ال 30 يدينا القاعده، يبقى نص القاعده في الارتفاع ادانا دبليو 2 اهي، يبقى نص ال 30 في 18، 18 دي اللي هي عباره عن ايه؟ 60% من ال 30 ادتنا 18، يبقى نص القاعدة في الارتفاع في الجامعة اديتنا ايه؟ الويز. وهكذا. الابليفت بريجر دايجرام لما اجي اجمعه برضو اجيب المساحات بقى نبدا نقسمه هو كمان لاشكال هندسية. ابدا اقول والله انا في عندي هنا مستطيل، وعندي هنا مثلث مثلا، وعندي كمان هنا مستطيل، وهكذا. ابدا اقسم بقى الاشكال الهندسيه، وهنا مثلث وهكذا، واقسم الكلام ده الاشكال الهندسيه اقدر اتعامل ايه معاه. خلاص، لما اجيب المساحات دي تمام، اما عن طريق التقسيم او لو مش طالب مني مومنت ارم عشان مش باخد عزوم دلوقتي، فممكن اجيب المساحه كلها بقى على بعضها مره واحده، فلما جمعناها الابليفت فورس طلع بالقيمه دي،
نطرح دي من دي ادينا النت فيرتيكال لودز 1781.8. نبدا نجيب بقى الهوريزونتال فورسز. الهوريزونتال فورسز المين فورس عندنا هي اهي الهيدروستاتيك بريشر. قيمته كام؟ هنجيب قيمته اهي. يمكن مش طيب هو مش رسمناه هنا، لكن احنا بقى عارفين ان الهيدروستاتيك بريشر يبقى ليه قيمه اهي، وابدا اجيبه زي ما حسبناه نص القاعده في الارتفاع. وهينضاف عندي شكل لتاثير الزلازل as a force additional من ضغط الميه، وكل قوه من دبليو 6 و1 و2 و4 و5 هيبقى فيه قوه اضافيه من ضغط من تاثير الزلزال. بمعنى لو عايز احسب الاف 1 هي عباره عن قيمه الدبليو 1 مضروب في عجله الزلزال على عجله الجاذبيه، عجله الزلزال على عجله الجاذبيه. انا في الحقيقه لما قسمت الوزن على عجله الجاذبيه الاول حولتها لكتله، وبعد كده بضربها في عجله الزلزال. يبقى امسك كل بقى قوه من دي دبليو 1 و2 و4 و5 بعد ما جبتها، اضرب كل قيمه منها قيمه الاوزان، يعني دي كلها قيمه فوق الوزن، اضرب قيمتها في عجله الزلزال على عجله الجاذبيه، عجله الزلزال على عجله الجاذبيه، عجله الزلزال على عجله الجاذبيه، تدينا القوه، واحط جنب كل قوه منهم اتجاه الفورس فين. بالاضافه طبعا الهيدروستاتيك فورس من الاب ستريم والداون ستريم اللي هو نص القاعده في الارتفاع، ففي الاب ستريم 48 وفي الداون ستريم 9. كذلك الجزء اللي هينضاف من الضغط الزلزال المؤثر الاديشنال فورس من الزلزال على الميه الناتجه من الميه اللي هو 3 خمسات من 1000 في اتش تربيع في 1 على 9.8 عجله الزلزال على عجله الجاذبيه، يبقى الاف 1 و2 و3 و4 خد بالك من اتجاه الاسهم لما نجمعهم مع طرح بس البي 2 لانها في عكس الاتجاه هيدينا النت هوريزونتال فورس اللي هي اهي اللي هي اهي تمام اللي هي اهي ماشي. يبقى عندي النت هوريزونتال فورس وعندي النت فيرتيكال فورسز. اضرب النت فيرتيكال فورس اللي هو 1771 دي اهي في نص اللي هو معامل احتكاك واقسمه على النت هوريزونتال فورسز، ادانا الفاكتور اوف سيفتي اجينست سلايدنج وطلع 59%، فهو طبعا اقل من نص بكتير. ومعنى الكلام ده ان السد غير امن من الانزلاق، وده يستلزم اخذ بعض او الكثير من التدابير الاحترازيه عن طريق ان انا اخفض ازود سعه مجرى التصريف عشان يخفض ضغط الملتريه، او نحاول نزود الاوزان عن طريق زياده عرض قاعده السد عشان تؤمن ناحيه نكبر الاوزان، ومن ناحيه نزود الاحتكاك ما بينها وما بين السد وما بين التربه اللي هي اسفل. اتمنى ان الامثله اللي قلناها في محاضره النهارده تكون يعني مفهومه ان شاء الله، وتكون وضحت الصوره، وان شاء الله اتمنى لكم كل توفيق، وخالص دعواتي لكم بالتوفيق والنجاح ان شاء الله، ونلقاكم على خير في المحاضرات القادمه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.